يظهر الانتقام في الانمي باشكال مختلفة، ففي بعض الاحيان تقضي الشخصية كل حياتها وهي لا تفكر الا في الانتقام، وفي اللحظة التي ستتذوق فيها طعم الانتصار اخيرا. ده موضوع مقطعنا لليوم، راح اقدم لكم قائمة باروع انمية الانتقام على الاطلاق. السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير والصحة والسلامة. واليوم عندنا لكم فيديو جديد وراح نقدم فيه انمية تحكي قصتها عن الانتقام بشكل عام، قصص مثيرة للاهتمام كثيرا. واذا كنت مهتم بالتصنيف هذا وتبي تتابع انميات ما تندم عليها، فتابع معي المقطع للنهاية. انمي واشهر انمي في القائمة، انمي هجوم العمالقة. القصة الانمي عبارة عن انتقام الجنس البشري من العمالقة. بطل القصة هو فتى مدعو ايرن ييجر اللي يتم ابادة قريته ووالدته بسبب العمالقة، فيقرر الانتقام هو وباقي الشخصيات. ولكن المفاجأة ان ايرن يكتشف انه عملاق بدوره، فتبدأ هنا الحكاية والقصة والاحداث جدا رهيبة، ويسعى للانتقام ونيل الحرية. والانمي التالي معنا هو فيلاند ساغا، انمي تابعته مؤخرا وكان انمي مره خرافي. في فتره من الزمان القديم كان فيه شخص اشتهر بقوته في المعارك والقتالات، الا انه قرر بعد مرور وقت ان يتوقف عن القتال ويعيش حياه طبيعيه. فمرت عده سنوات وقام بانشاء عائله مكونه من طفله وولد صغير يلي راح يكون بطل قصتنا. ولكن فجاه في احد الاوقات دارت شخصيات تريد من الشخصيه هذه أن يعود للقتال بجانبهم مجددا أو سيتم تدمير قريته. لم يكن له خيار آخر غير أن يبحر، فابنه تسلل في السفينة تلك والرحلة لم تكتمل على خير. فظهرت مجموعة من القراصنة وقامت بقتل تورز اللي هو المحارب القوي بعدما قرر التضحية بنفسه من أجل نجاة باقي الطاقم. وطبعا هذا المشهد كان أمام ابن وهو اللي بطل القصة، الابن تورز. وهنا تبدأ القصة، يقرر الطفل صعود سفينة العدو والبحث عن الانتقام. فالانمي اسطوري ومن استوديو ويت اللي انتج هجوم العمالقة الجزء الاول والثاني والثالث، فانصحكم به. والانمي التاني معنا افرو ساموراي. الصراحة لدي الكثير والكثير لأقوله عن هذه الشخصية الانتقامية واللي ما تقدر تميز بينها وبين كرسي او حائط. فهو شخص جامد تماما، لا يعرف البكاء بعد ان شاهد مقتل والده ضد الشخص الذي يدعى العدالة. وكما نعلم فافرو له هدف واحد وهو الانتقام من قاتل ابيه ليستعيد اللفيفة ويصبح الرقم واحد. فالانمي مرة اسطوري، التحريك ايضا مرة رهيب، والانمي قصير ما عنده كثير حلقات، فانصحكم به اذا كنتم تحبون انميات الساموراي والانتقام. والانمي التالي معنا 91 يوم، قصة انتقام من اولها لاخرها. طفل يعيش مع عائلته بسلام، اذا به في يوم يتم قتل عائلته كلها بواسطة عصابة. فتبدأ القصة الانتقامية عندما يصل لسن الرشد، فيدخل لعالم العصابات، وفي كل ما تتوفر لها الفرصة يقوم بقتل احد الشخصيات التي كانت سبب في موت اهله. اللي يحب العصابات راح يحب هذا الانمي كتير. والانمي التالي معنا هو انمي بيرسيرك، انمي جد رهيب مع ان اخر الاجزاء كان سي جي ما عجبتني الصراحة. قصة انمي بيرسيرك تحكي عن البطل جاتس اللي هو المرتزق السابق المعروف باسم السياف الاسود، يسعى للانتقام بعد طفولة ساخبة ووجد اخيرا شخص يحترمه ويعتقد انه يستطيع العتوق به. ولكن بعدها ينهار كل شيء عندما ياخذ هذا الشخص كل شيء من جاتس. فجاتس يسعى للانتقام من هذا الشخص، والمسكين البطل يصبح محكوما عليه ويبحثون عنه وهو دائما هارب من العدالة. الانمي جدا من تصنيف الجور، وانصحكم بالمانجا افضل من الانمي. والانمي
التالي معنا هو مونت كريستو، انمي تم دبلجته في سبيس باور وايضا في سبيس تون. فالمهم ولد البرت في عائله غنيه في باريس، سافر مع صديقه فرانس هاربا من حياه الملل الى مستعمره القمر اللي تدعى لونا، والتقى بالكونت مونت كريستو واعجب بشخصيته الغامضه والرائعه فدعاه الى باريس. ولكن البرت لا يعلم ان المونت كريستو هذا يريد الانتقام من امه وابيه ومن البرت نفسه ومن الذين تسببوا في سجنه. فهنا تبدا القصه الانتقاميه بين البرت وصديقه فرانس وايضا المونت كريستو اللي شخصيه مره فخمه. فاذا ما كنتم متابعتوا هذا الانمي فانصحكم به. والانمي التاني معنا هو انمي كليمور. في هذا الانمي توضح لنا فكرة الانتقام من شخص والحزن اذا تم قتل شخص عزيز عليك والرهبة الموجود والمعاناة بسبب المخلوقات اليوم، وايضا جمالية القصة. وايضا الانمي هذا يمتلك بطلة هادئة واسطورية، فاذا تحبون انمية القتال وتكون عن التاريخ انصحكم بانمي كليمور. والانمي التالي معنا هو جون غريف. من افضل ما شاهدت فكرة رائعة وتوضح مدى الانتقام من شخص وخاصة اذا كان صديق، وكيف لصديق ان يخونك وبكل بساطة من اجل السلطة. في هذا الانمي نشاهد هاري اللي خان اصدقائه وعائلته ومن يحب من اجل السلطة فقط، وايضا عندنا براندو اللي تخلى عن كل شيء من اجل من يحب. فاذا تحبون انمية الصداقة وتكون الانتقام بين شخصيات تكون اصدقاء فانصحكم بجون غريف. Look up at a broken sky. والانمي التالي معنا هو كودي جياس. في العاشر من اغسطس في سنة 2010 حاصرت الجيوش الامبراطورية البريطانية اليابان واستولت عليها. هنا يظهر البطل لولوش امير بريطانيا، حاد الذكاء، ماهر جدا في الشطرنج، وهو نائب رئيس مجلس الطلبة في اكاديمية ايشفورد ببريطانيا. يعيش في الاكاديمية مع اختها الصغيرة نانالي، فيحمل لولوش حقدا كبيرا لبريطانيا ولوالده تشارلز الملك بريطانيا الذي يريد الانتقام منه من اجل امه التي قتلت في بريطانيا امام عيني اخته التي فقدت بصرها. فالانمي جدا رهيب، خصوصا البطل لولوش اللي هو افضل شخصية في عالم الانمي بالنسبة لي. واخر انمي معانا هو الانمي الغني عن التعريف مونستر. قصته مرة حلوة، اعتقد فيه فئة تعرف هذا الانمي. فهذا الانمي باختصار البطل القصة هدفه الانتقام من شخصية اسمها يوهان، وهذه الشخصية اللي دمرت حياته. والبطل يعتبر احد الاطباء وتم اجباره على اعطاء الاولوية للشخصيات ذات نفوذ. وبعدها بوقت يدرك البطل ان في ناس كثير تموت لانه لا يتكفل بعلاجهم مقابل علاج شخصيات مستواها اكبر. فهنا يبدأ يشعر بالذنب مع كل مرة يشاهد فيها عائلة الضحايا متحطمة لفراق احبابها. فهنا تبدأ القصة الانتقامية بين الدكتور تيرما والشاب يوهان. فهذه كانت الانميات اللي بالنسبة لي افضل 10 انميات خاصة بالانتقام. اذا عندكم انميات اخرى اذكرها في التعليقات، وكالعادة بدنا نوصيكم لا تنسى اللايك والاشتراك، واعطوني في رأيكم ما هو افضل انمي في هذه القائمة. فيب شكرا جزيلا على المشاهدة، ونلتقي في مقطع اخر ان شاء الله. جانا منا.